شفقتي؟ ايه يلا لكان قومي نفطر سوا. ماشي هلا بجي. بنوش فيكي شي؟ ما فيني شي، عم قلك هلا بجي. طيب الحق علي لاني عم اسالك، اذا بدك تاكلي الفطور جاهز. انا لازم اعرف شو بدي ساوي، شو بدي اعمل معك، شو بدي اعمل. مرقي له هالشغله هلا. صفتي حالك رؤي؟ اكيد رح تنحل. انا لازم اكون قويه، لازم اكون قويه. يا ترى شو رح يقول ابوك يا بانا اذا شاف مغامراتك؟ مفكري حالك قويه وبدك توفي بوشي؟ فكر انه الناس مو مثلي ابدا. مجد بيك لقى لحاله حبيبه جديده، امتى لحق؟ مين هاد؟ ألو نعم؟ من شؤون الطلبة؟ أها؟ لا والله ما دفعتهم لسه. قالوا لي لازم خلال 3 أيام إني أدفعهم، ما هيك؟ طيب. إذا دفعتهم لشؤون الطلاب ما رح يضل معي شي، شو بدي أعمل؟ كل هالبلاوي اجت دفعة واحدة، لازم لاقي شغل بأسرع وقت، وما بدي ضل أخذ مصروفي من الدكتور بكري. أصلاً هالبيت ما رح أخلص منه إلا بالشغل. مريم قرجة، بس أنا ضروري أسكن بالمدينة الجامعية، شو بدي أعمل؟ أنا بدبرها، لا تخافي. كيف أنت بتدبرها؟ ما أنا ما معي رقم السجل التقاعدي تبع أمي، هاي صعبة كتير. طمني لي بالك، حنوصل. كيف بدك توصل له؟ أنت مو بتعرفي اسم وكنية أمك؟ طبعاً بعرفهم. لكن شو رأيك تورجيني ضحكتك؟ رح امحي من حياتي كل شيء بخص أليس للأبد. صباح النور بنتي، شوفي شو ساويت، برك جبنة من يلي قلبك بحبهم. لشو كل هالأكل؟ بس لأنه رجع أبي؟ كأنك ما بتعملي هيك إلنا. شو عم بتقولي؟ عيب عليك يا بنتي. خدي دوقي هدول. وينه بابا؟ المغص بالليل وضله سهران لوش الصبح، يعني إله شي نص ساعة نايم. والله خوفني عليه. علاج الأعشاب يلي عطيتينا إياه ما فادوا بشي، بده دكتور. الدكاترة بيقولوا لازم المريض يطول باله لياخد الدواء مفعوله، وأنا رح أرجع أسألهم. أبوك قال لي فيقه قبل ما تروحي على الجامعة لأنه بده يوصلك. لقوم فيقه خليه يجهز حاله. لا ماما ما في داعي تفيقي، خليه يرتاح وينام مشان يستفيد من الدواء، وديري بالك منيح عليه. يا أختي استني لي يفيق. طيب بيوصلك هو على الجامعة؟ لا ما في داعي، بروح لحالي، خلينا نام شوي زيادة، بكرة بيوصلني. بدك تروحي بدون ما تفطري؟ طيب كلي لك شي لقمة يا بنتي. يلا بخاطركم أنا تأخرت لازم روح. تفضل. صباح الخير أوس، كيفك؟ عم حاول أتأقلم من جديد مع العالم،
اصلا انا كنت ناوي اشتغل لك جزام من اللي بيشتغلوه المحابيس، بس ما كان عندي وقت، طالعوني دغري. انا ما عم صدق ابدا انه مجد حطك بهيك ظروف. ما كنت متخيلة ابدا انه هيك تصرف يطلع منه. مجد ما له علاقة أليس، انا كل شي عملته كان بإرادتي، وكل شي عمله مجد كان مشانك، يعني عملنا هالشي مشان تنبسطي. رغم هالشي انا ماني مبسوطة يا أوس. تعرف مجد كان وعدني انه ما بقى يشوف سميح وما وفى بوعده. صدقني لو انه ما كذب كنت رح كون مبسوطة وسعيدة. زودتيها أليس. بسيطة مو مشكلة، المهم انه انت منيح وما فيك شي. بعدين انا مو ناوي اجيب سيرته مرة تانية، يلي فيني مكفيني. ليش خير في شي تاني؟ شؤون الطلاب حكوا معي من شوي، قال لازم ادفع مصاري للمكتب الرياضي وكمان لازم ادفع الرسوم، وما معي غير 3 أيام لأدفعه، يعني ما كان ناقصني غير هالشي لحتى تكمل معي. ايه مو مشكلة، انا فكرت في شي خطير لما بيرجع بابا بيحل هاي المشكلة، بس انت لا تتضايقي. انا ما بدي اخذ مصاري من الدكتور بكري يا أوس، مفروض اني لاقي شغله وبسرعة. يعني قلي لي شلون بدك تتركي دروسك وتشتغلي؟ بعدين مفكرة انه بابا رح يوافق على هالشي؟ بعرف ان الدكتور بكري ما رح يسمح لي اشتغل، وهالموضوع مو ناوي احكي معه، بدي اياك ما تحكي لحدا. والله شي حلو. هالشرشوحة محتاجة مصاري وعم تشتكي لأخي؟ هذا الشي صعب كتير، وما رح تقدري توفقي بين الشغل والدراسة، بس بكل الأحوال جربي وشوفي. شكرا أوس، أنا رح جرب. أنا رايحة على غرفتي لجهز حالي. حياتي ما شفت واحد أوطن منك، بس أنا بورجيك ما رح أنسى لك إياها أبدا. هاي خربت شريط من نون. لسه بقى عندي نسخة تانية، بس استنى يا حقير، وين رح تروح مني؟ رح أخليك تندم على هالعملة. ألو، شو أخبارك حبيبي؟ كنت عم أقول بدي شوفك ضروري. ولا شي، طمن أنا منيحة، بس 6 الصبح حصبتني وخلتني عيّت، ومشان هيك صوتي تعبان شوي. ماشي حبيبي ماشي، خلاص قلت لك منيحة، ما فيني شي. يلا بعد نص ساعة بكون عندك، شوفك، باي باي. أكيد بتكون هلأ سندريلا مصدومة بفارس أحلامها. يا حرام يا أليس، شغل بنوب ما لا سهلة. مجد البطل لقى حبيبة تانية. خسارة خسارة خسارة. أنا أجيت حبيبي. ورجيني شو هاد اللي بإيدك. ما بجوز تلعب فيها، هي مو للعب، هاتها من إيدك. ما بدي. يا الله. الله يعينك يا هاجر، بدك تطولي بالك عليه. طول الوقت عم يركض، هلكني من الفوضى اللي عملها بالبيت، وبدل ما يروح يلعب بألعابه اللي بحبهم كتير عم يلعب بهدول. هيك الصغار ما بتعرفي شو عم يدور براسه هلأ. صباح الخير ست إقبال. يلا أليس، نحن رايحين، بدكم شي؟ سلامتك. مع السلامة حبيبات. الله يسلمك. شكرا خالي هاجر. آها أوس كيفك؟ شكلك حسيت إني رح أجي، ما هيك؟ أمت فتحت الباب قبل ما رن الجرس. يلا أليس تأخرنا بلا ما نوقف هون. مرحبا طنط إقبال. أهلين حبيبتي. كيفك مجهود؟ منيح أوس، وكتير مبسوط.
أكيد منيح. مبسوط مع حبيبتك الجديدة؟ كيف ما انتبهت؟ ما أنا شايفتكم مع بعض من قبل. بدي أروح على الكلية إذا بدك تعمل. لا وشكراً كتير، أنا حابب روح لحالي. طيب مثل ما بدك، أنا هلأ مضطر. أوكي. مرحبا يا حلوة، شو أخبارك؟ أهلين بانو، والله كتير منيح إنك إجيتي. يه؟ شو قصتك أنت؟ إلك كم يوم عم تلبسي نفس التياب؟ ما عم تغيريهم؟ شو ما عندك غيرهم؟ خدامتنا الغبية مو كاويت اللي تياب وما لقيت شي غير هدول ألبسهم. إيه احكي لي لشوف، شو أخبارك؟ والله لولا هالشر شو حيا اللي ساكنة عنا كنت منيحة. إيه شو هالوضع اللي أنتو فيه؟ بكفي بقى؟ لك ما بقى تعرفوا تقلعوها من عندكم؟ بانا أنا خايفة ومشغول بالي لأنه شايفتها عم تتقرب من سميح. شو هالمصيبة هي؟ صارحت وقلت له لسميح أنا مو مرتحت له، أنا متأكدة من حب سميح وما بشك فيه، من وين طلعت لي هالشر شو حما بعرف. طولي بالك حبيبتي، طبعا سميح غير شكل، متأكدة إنه هو بيحبك. أنا متأكدة إنه سميح غير كل الناس، ومع هيك عم أتذكر كلامك إنه نحنا ما لازم نوثق بالرجال ونطمن لهم. هذا هو الحكي المزبوط. لين شوفي انت ضروري تمشي عليها هالشي. هداك اليوم لما اجى لعنا سميح كمشته قاعد بغرفتها. ايه يعني انا شو طالع بايدي غير اني اسكت؟ لازم اقلع على هالشرشوحة. خلينا نقول انه سميح ما ممكن يطلع عليها، بس بظن هي ممكن تتحركش فيه. برأيي لازم نلاقي لها شي خطة نضمن فيها انه ما عاد تفوت على هذا البيت ابدا. أنا تعبت وما ضل عندي صبر، يعني شلون بدي أطول بالي وفكر بخطة؟ بما أنك متضايقة منا لهالدرجة لفقي لها شي تهمة وخلصي منا ولا ترحميها. أنا طالعة هاجر. اليوم عندك كلية؟ مو دغري، اليوم عندي شغلة مهمة برات الكلية. بدك تقولي شي؟ لا أبداً ما في شي بنو. لا تخلي مدحت ينبش كل أغراض البيت، انتبهي عليه. لا تخافي عليه. رايحة تنفش ورق أليس هي وأخوها. قولي وإذا عرفت الحقيقة؟ لا شو هالحكي؟ مستحيل تعرف، ما رح يقدروا. بس لازم خبر بكري. أوه كيف بدي خبره هو بأمريكا؟ هاجر خلص روقي، لازم تفكري وتلاقي حل هالمشكلة بسرعة. يا ربي. صباح الخير مصطفى بيك. صباح النور مصطفى بيك. زينة سألت عنك واتصلت فيك أكثر من مرة. بالله عن جد؟ طيب ما قالت شو بدها؟ لا أستاذ ما قالت أي شيء، بس إذا بدك بتصل فيها فورا. لا أنا بتصل فيها، شكرا كتير، بس أنت عملي لي فنجان قهوة. تكرم أستاذ. يعني بالأخير رجعتي واتصلتي فيني. خلينا نشوف شو بده يطلع من وراء اتصالاتك. أنا ما بعرف كيف بدي أنجح بمادة البيولوجيا، والله صعبة، قد ما درست بحس حالي ما عم بفهم. شكرا. صحتين. شكرا. صحة. نفس الشي حكيتي عن التشريح. عن جد؟ معناتها أكيد رح أرسب، شكلي ما رح أترفع. ما رح ترسبي، رح ندرس أنا وياكي. إيه؟ رح تدرسي معي أنس؟ بتعرفي مروة؟ أنا لازم لاقي شغل وبأسرع وقت ممكن. أنس نحن موادنا كتير صعبة، شلون بدك تشتغلي وتدرسي؟ مو زبطة معي ضل من دون شغل، مو معقول يضل الدكتور بكري يعطيني مصروفي. معك حق حبيبتي. آه لقيتها. شو لقيتي مروة؟ لقيت لك شغل بالكلية، عم يدوروا على عامل بنص دوام وحاطين إعلان بالمدخل. هيك شي بيناسبني، إن شاء الله يزبط. أكيد بيزبط، قومي خلينا نحكي مع المدير. طولي بالك شوي، استني بلا ما نستعجل. ما دامت جرأت عليك وعلى حبيبك لازم نبعد عن طريقنا.
بس لازم نفكر بالأول منيح. شو لازم نساوي فيها؟ بدنا شغلة تسود لوشها. شو رأيك إذا اتهمناها بالسرقة؟ شو؟ صايرة عم تفكري منيح، عم تعرفي تخططي، برافو عليكي. لازم يكون الشيء المسروق كتير غالي. ليلين، مين هو أكتر واحد بكرهها لأليس؟ أمي. كتير منيح، وهلأ لازم نشوف غراضة وناخد منهم أغلى قطعة. شو بدنا ناخد؟ مثلاً خلينا نسرق شي شغلة غالية. شو رأيك ناخد مصاري من جزدان أمي وهيك كلهم بيصدقوا؟ قبل شوي سمعتها عم تقول محتاجة مصاري. مو ظابطة، المرة الماضية اتهمناها بسرقة مثل هي. مصاري لا، لازم نفكر بسرقة شي تاني، يعني مجوهرات أو هيك شي. وأهم الشي، الغرض المسروق لازم يكون له قيمة مادية ومعنوية عند أمك. يعني ممكن ناخد طوق هداها يا أبوكي، بدنا شي كتير تقيل، أو الحلقة اللولو، يعني شي شغلة بتنباع بسرعة. بروش ستي يلي هو هلأ لأمي، هو كتير غالي وبتخاف عليه كتير ومخبيته. هلأ فيكي تقولي راحت عليك يا أليس. أليس الشغلة ما بدها خوف، انتي رايحة لعندهم مشان إعلان الشغل، يعني هاي الشغلة ما بتخجل. والله بعرف بس مو بإيدي. يلا خلصينا، شو صار لك؟ قومي يلا لشوف، إذا ما رحتي أنا رح روح وأحكي معه. ماشي، أنا رح أسأله. مرحبا. أهلي. أنا كيف فيني أقدم على الوظيفة يلي حاطين لها إعلان؟ فوتي لعندي المدير وأحكي معه، بتلاقيه بمكتبه خير. ماشي. مجد لا تزودها، فريد هالوش وحاكينا. شو قصتك أوس؟ كأنك ما بتعرف شو صار بيناتنا. أنا أكتر واحد بعرف شو صار بيناتكم، كل شي بيتصلح بس أنت روح. أوس فهمني، أنا ما عم أقدر أتحمل، مو بإيدي. هاي أول مرة بتتزاحل أنت وياها، شو صار لك مجد؟ ليش كل هالقد متوتر؟ ليك، هالمرة غير كل المرات الماضية، خلص رح أنساها نهائياً. المرة الماضية حكيت نفس الحكي بعدين رجعت لها. أوس، هلأ مو وقت المزاح، وما عاد تفتح معي هالموضوع بتاتاً. خلص، أنت هدي أعصابك، خلينا نروح نشرب قهوة يلا. موافق. تروح على قهوة الجامعة ولا نغير المكان؟ طيب كيف فينا نعمل هالشي؟ البروش رح ناخده من الغرفة ونخفيه بمكان ما حدا بيقدر يوصله من أهل البيت. أنا باخد البروش من غرفة أمي ومنخبيه بعدين بغرفة أليس. إيه؟ شو رأيك؟ شبكي لين، تذكر القصص البوليسية اللي منعرفها، يعني مثل هيك خطة أكيد رح تكون فاشلة، المفروض نحبكها أكتر. طيب قليلي شو لازم أعمل؟ بالأول بناخده ومنخبي، وبعدين منحط علبته بغرفة أليس بين غراضة، والعلبة بتكون دليل للسرقة. برافو عليكي، هلأ أمي مانا بالبيت، شو رأيك روح جيبه؟ ماشي يلا لك، روحي جيبيه وبسرعة، وانتبهي منيح لأنه أنا ما رح أجي معك مشان ما حدا ينتبه لنا. بس لا تنسي، لازم تكون أعصابك باردة. لا تخافي علي أبدا، هالمرة رح أعمل كل شي من دون أغلاط. ادعيلي لاقي دغري. عن إذنك أغاثا كريستي. لين انتبهي منيح، شوي شوي. كله تمام، وحياتك يا بانا، أعصابي مثل الحديد، اطمني رح أخلص من هالشرشوحة أخيرا. أليس أنت عملتي اللي عليكي، طولي بالك. وكيف بدك يعني طول بالي؟ والمدير قال لي كتار قدموا على هالوظيفة، لو تزبط وتوظف بالكلية. وإذا ما زبط هذا الشغل شو يعني؟ خليكي متفائلة لا تيأسي، بكرة بتلاقي غيره أحسن منه. مرحبا صبايا، شو الأخبار؟ منيحة. كيفك مروة منيحة؟ إيه. تعرفي شي إذا النادي السينمائي عنده عرض اليوم؟ يمكن. أنا جاي على بالي جاتو، جيب لك شي معي أوس؟ لا شكرا. لكن تعود محلي. بجي معك، استنيني. ما في داعي، أنت خليكي قاعدة. ليش هيك واقف بطريقي؟ أنت اللي لازم تبعدي. مجد بعد عن طريقي. لا أنت بعدي عن طريقي. تفضل. شكرا. كاسة شاي لو سمحت.
إذا بتريد بدي جاتو. إلغي اللي طلبته. مجد لوين رايح؟ عندي شغل أوس. ما لازم أتركه لمجد، لازم روح معه. إيرو مجد استناني. استنى ليك، تركني بحالي الله يوفقك، لأني رح جني أوس ومو طايق حالي. مجد بترجاك تطول بالك. روح يا أوس وتركني، أنا لازم أعمل المستحيل لحتى أنسى أليس. لقيتها. شو لقيت يا أوس؟ الأستاذ فاروق عم بيدور على طلاب مشان يرتبوا له الأرشيف عنده. فيك تشغل حالك بهالشي؟ طبعا، لأنه أنا والأستاذ فاروق بنحب بعضنا. بتعرف إذا اشتغلت هالشغلة بتنسى أليس وبتصلح علاقتك مع الأستاذ فاروق. والله الحق معك، الفكرة معقولة، بس لازم تعرف انه المكان هنيك كثير بملل، وبعدين ما فيك تنسحب، يعني الاستاذ وقتها رح يحطك براسه. ولا يهمك اوس، اكيد ما رح اتركه وامشي. وبظن القعدة بغرفة الارشيف بين الورق والكراكيب احسن من شوفة أليس. يا هاجر تاني مرة يا ريت لو تدقي الباب قبل ما تفوتي. وأنا شو بيعرفني إنك موجودة بغرفة أمي؟ خير على شو عم تدوري هون؟ ليش عم تسألي؟ شو ممنوع فوت على غرفة أمي؟ مو هيك، يعني عم قول ممكن أعرف مكان الشيء اللي عم تدوري عليه. ماشي، الروج تبعي خلص، كنت عم دور على الروج تبعها. أدوات المكياج بتلاقيها كلها بالدرج الأول. ماشي أنا بدبر حالي، شو في شغلك أنتي؟ بالأول كنت بدي نظف هاي الغرفة، بنظف غرفة أوس بين ما تخلصي. كتير منيح. على طول بوشي، شو عم تتجسس علي؟ تفضل استاذ. اهلين مجد، شو اخبارك؟ منيح الحمد لله. انا حابب اتطوع بالارشيف. خير مجد، شو صاير معك؟ هالشغل ما بيناسب واحد مثلك. استاذ عن جد هذا الشغل انا بحاجته، لو سمحت. مجد شكرا كثير على اهتمامك، بس صدقني انه هذا الشغل ما بيناسبك ابدا. يا استاذ انا ما رح اهرب، فيك توثق فيني. ليك أنا وافقت على طلبك، بس إذا بتجي بعد يومين وبتقلي إنه ده خلقك وقتها رح خليك تكمل غصما عنك. اعتمد علي أستاذ، لا تخاف ما رح أترك، أنا بوعدك. اتفقنا، أهلا وسهلا فيك. ماشي عن إذنك، مع السلامة. الجواب ألف. برافو، شفتي إنه ما صعب أبدا؟ هاد لأنك شرحتيلي وفهمتيني. لا تبالغي. ما عم بالغ، بس اليوم حاجة بكفينا دراسة. مثل ما بدك. اليوم بنادي السينما رح يعرضوا فيلم كتير حلو، شو رأيك تحضروا؟ خلينا نروح سوا. أنا هلأ بدي أدرس شوي وبنوب مفاضي. طيب مثل ما بدك، خاطرك. باي. خير، شوفي سميح. يا سلام، شو هالبروش الحلو هادي يا لين؟ كانت هاجر رح تكمشني وأنا عم دور عليه، بس لحقت حالي. المهم إنه ما كمشتك. وهلأ عنا المرحلة الثانية، روحي حطي العلبة بين أغراضها لأليس. يعني بس هيك القصة؟ هيك سهلة؟ والبروش هاد لقيله شي مكان مناسب ما حدا يوصله، انتبهي منيح. لين أوعك البروش ما لازم يقع بإيد حدا. ماشي. تعرفي يمكن ما يمشي الحال،
هاجر عم تفوت على غرفتي كل يوم وتنظفها، ولا تنسي في متحط كمان بينبش لي بغراضي على طول. يعني معقولة ما يكون في مكان تخبيه فيه؟ أنا عندي فكرة، خدي أنتي وخبيه. كيف؟ أنا خبيه؟ إيه أنتي، بعدين إذا ضل هون أنا ما رح كون مرتاحة ورح ضلني خايفة. أحسن شي تاخديه لعندكم، هذا البروش صار بين إيديكي، خبيه ببيتكم بالمكان يلي بتلاقيه مناسب. طيب إذا أنتي هيك بتشوفي ماشي. كتير منيح، إذا خبيناه عندك أحسن، انتبهي له منيح واسحكي يصير له شي. خلص اطمني، هلأ البروش بأمانتي، أنا لازم أمشي. شكرا بانا، بفضلك هالشرشوحة رح تكون هي الحرامية. ما عملنا شي، بعدين عدو صديقتي هو كمان عدوي. يلا بخاطرك، مع السلامة. عرفت انك عم تدوري على شغل، قلت لحالي بجوز اقدر ساعدك. شكرا سميح، ما في لزوم تساعدني. ليكي انا حكيت مع صاحب الكافيتيريا مشانك، قال اذا كنتي بتحبي فيكي تبدي شغل من اليوم. انت من وين عرفت انه انا بدي اشتغل بالكافيتيريا؟ سمعتك قبل شوي عم تحكي مع الشاب اللي بيشتغل هون بالكافيتيريا، بس طبعا مو بقصديها. اذا بدك بدبر لك شغل بمكان تاني. سميح شكرا كتير، بس انا ما فيي اقبل مساعدتك، وبترجاك انا ما بدي اياك تعمل اي شيء مشاني، يا ريت تتركني بقى بحالي، فهمت؟ ألس انا كل قصدي اني ساعدك. انا صار لازم قوم، عندي محاضره. لشوف شو مشكلتك يا ست زينة. نعم. صار لك من الصبح عم تتصلي فيني، لا تكوني اشتقتيلي. ها ولا شو اشتقلك؟ بس في موضوع ضروري لازم نحكي فيه، لهيك اتصلت فيك. ماشي، وش لوش بيكون الحكي أحسن؟ مو معقول نحكي على التليفون، تعالي نشرب قهوة وهيك بكسب وشك الحلو مرة تانية. ماشي أنا جاية فورا لعندك. ناطرك وعلى أحر من الجمر. بسيطة منتواجه يا مصطفى. ها عامل حالك بتحبني، حورجيك هالجمر شو حيساوي. أليس كنت عم دور عليكي، وين كنتي؟ طلعت على الجنينة لأنه داخل إيه بالكافيتيريا. إلك عندي خبر كتير حلو رح تنبسطي فيه كتير، لقيت لك شغل بيناسبك، رح تشتغلي هون بالجامعة براتب منيح. شو هالشغل؟ حذري تعرفي الأرشيف اللي بكليتنا؟ قال بدهم طلاب يجوا يشتغلوا فيه بنص دوام. إيه وكمان سمعت إنه الأستاذ فاروق هو المسؤول، يعني احتمال كبير يوافق. أنا مو مصدقة شي عن جد؟ إيه خلينا نروح دغري. لك تسلمي لي يا مروة، يا أحلى رفيقة بالدنيا كلها. تفضل. بدك ياني استاذ مصطفى؟ بدي اطلب منك شغلي يا جلال. طيب تفضل. بدي اياك تاخذ هذا الملف لدائره الجبايه. بس اي واحد ممكن ياخده يا استاذ مصطفى، انا اليوم عندي شغل كتير. جلال فهم علي بقى، انت اكتر واحد بوثق فيه هون، انا ما فيني سلم هيك ملف مهم لاي واحد بيشتغل عندي من الشباب. بس يا مصطفى انت لا تاكل هم الشغل اللي عندك، هذا الملف اهم. يلا ماشي. حاضر يا مصطفى بيك. شكرا. خليك برات المكتب لانه جايتنا ضيفه مهمه، والضيفه هي مرتك. تفضل. عندك وقت دكتور؟ تفضلي أليس. جاي مشان اسأل عن الشغل يلي بالأرشيف، لأنهم قالوا لي إنه بدكم موظفين ليشتغلوا فيه. لا تأخذيني، والله ما كنت متوقع إنه تكون هالشغلة مرغوبة كل هالقد. خلص إذا شغلت حدا تاني أنا بنسحب. طولي بالك روقي، يعني بصراحة أنا اليوم وظفت شخص، بس توظيف شخصين أكيد رح يكون أفضل. يعني فيني اشتغل معه؟ أكيد أليس، الشخص يلي وظفته ما كتير مناسب لشغل الأرشيف، بس إذا تساعدتوا سوا رح تكون النتيجة جيدة. طمن دكتور لا تاكل هم. ماشي أليس أنا واثق فيكي. إيه ليش لساتك واقفة؟
يلا على الأرشيف، شغل عم يستناكي. حاضر دكتور. دكتور؟ نعم أليس. بدي أسألك عن الدكتور بكري، إمتى رح يرجع من المؤتمر؟ شوفي، في شي مشكلة؟ لا أبداً، بس حابة أعرف. هو بالحقيقة ما بعرف، بس أنا متأكد إنه لما ينتهي المؤتمر رح يرجع لهون دغري. فهمت دكتور، أنا بستأذن، شكراً مرة تانية. مع السلامة أليس. ألو، أنا كاظم، كاظم تورك أوغلو. اتصلت فيكن قبل يومين، قلت لحالي بحاكيكن اليوم. ما دفعتوا لي التأمينات وفي راتبين كمان مدافعينن. ايه ليه؟ لك شو عم تحكي انت؟ انا عم اطلب حقي، بهالبساطة بدكن تقلعوني؟ بس هيك ما بصير، حرام يعني، بتقلعوا الناس بدون ما تدفعوا لهم؟ ادفعوا لي تعويضاتي بالاول. الله ياخدكم ناس بلا اخلاق، الله ينتقم منكم كلكم نصابين. من ايمتى انت هون؟ ما انتبهت لك. الشغل كتير بابا، مو محرزة تزعل مشان. مزبوط الشغل كتير يا بنتي، لا تاكلي همي، بس يا ريت لو كانت صحتي منيحة أكتر من هيك. حاسس حالي تعبان شوي هالفترة. بكفي إنك جنبنا بابا، هاد الشي بخلينا نقوى. سونيا ما تحكي شي لأمك، خلي الحكي بيناتنا، مو ناقصة هم جديد. ولا يهمك بابا. قلنا لحالنا بنشتغل مشان نروق أعصابنا، كل مالي عم عصب أكتر. لك وين بدي حط هالملفات كلها؟ مرحبا. انت شو اللي جابك لهون؟ انت شو عم تساوي بالأرشيف؟ عم اشتغل، شوفت عيني. منيح، وانا كمان جاي اشتغل. فيك تفهميني شو هالحركات هاي؟ يا ريت تقولي اللي عندك وتمشي. انا ما عندي شيء الك يا دكتور فاروق، بعتني لاشتغل. هو بعتني لالي انا، بس من الواضح حس انك ما رح تقدر تشتغل لحالك. شكرا كثير على الاهتمام، بس انا فيني اشتغل لحالي. ايه مبين، انا بحب اشتغل لحالي يا انيسه، لا تخافي علي. بما أن الدكتور فاروق هو يلي بعتني لهون، ما فيك تمنعني، حاشتغل غصبا عنك. نعم، صارت برا، دخليها. نور المكتب يا زينة. ما أجيت لشوفك يا مصطفى. لا شوفي. معقولة ما بتعرف شو اللي عم يصير؟ لا والله ما بعرف. طيب بالأول عدي وخلينا نحكي. أنا بعرف كل الألاعيب اللي عم تساويه. مو أنت اللي بعت المرة؟ أي مرة هي؟ أنا عم حذرك يا مصطفى. وشو ما عملت ما رح تقدر تخرب لي علاقتي بزوجي، لأني بحبه وبدي إياه. الله ستر لي ما دارت وشي يا جلال. هلأ أنت لازم تطلع بوشي بكل محل؟ مدري مين اللي طلع بوش التاني، انت اللي اجيتي لهون على الارشيف. تقدر تهدى شوي؟ انت دايما ردات فعلك سريعة. ما فهمت انت شو قصدك؟ ولا شي، شوف شغلك، خلينا نخلص الشغل ونمشي. لو ما وعدت الاستاذ فاروق اني ضل، كنتي شفتيني برات هالاوضة اول ما فتي. اها، معناته صرت تفوي بوعودك.
قديسك رجال وقد كلمتك. حاجة بكفي لهون، أنا رايح. يعطيكم العافية. شو في شي مشاكل؟ شايفكم عاملين ثنائي مميز مع بعضكم، وخاصة أنت يا مجدي عجبتني لأنه لهلا ما مليت ووفيت بوعدك. يلا إذا بدكم شي أنا بغرفتي. يعطيكم العافية. خير سونيا؟ شايفتك متضايقة. هاي سونيا شو بكي؟ سونيا؟ شو صاير؟ ليش عطول بيصير معنا هيك؟ أحيانا بحس إنه رح تزبط أمورنا، بس فجأة أولادين الحرام بيطلعوا لنا. شو أعمل؟ رح كأنه كل شغلنا على الفاضي. سونيا أنا ما فهمت عليك، احكي لي شو صار من الأول. بابا سمعته هو عم يحكي على التليفون. بابا طردوه من الشغل يابانا. هلأ شو بدنا نعمل؟ وفوق هالشي كله هو مرضان وبده أدوية ومصاريف كتير. لازم نرفع دعوة عليهم. يعني معقول يقلعوا الواحد هيك بهالبساطة؟ وشو رح نستفيد إذا رفعنا عليهم دعوة؟ ما رح يجينا من ورا المحاكم غير وجع الراس، والدعوة بدها مصاري. بهالحالة بابا رح يضل قاعد بالبيت. أنت ما بتفكري غير بحالك؟ لأنه ما رح تقدري تطلعي مثل ما بدك. أنت شو عم تحكي سونيا؟ أنا ما هيك كان قصدي. نحن بصعوبة كنا عم نمشي حالنا، يعني فوق مصروفنا والأجرة بأعاد. أكل همكم كلكم. أنتي اهدي شوي وخلينا نفكر ونلاقي شي حل لهالوضع هاد. لو قدرنا على القليلة نجمع لنا شوية مصاري، بس نحنا يا دوب عم نقدر ناكل ونشرب، ما معنا ولا ليرة. سونيا اطمني، أزمة وبتمرق، لازم نلاقي حل. أبوكم جاع يا بنات، تعوا ساعدوني، خلونا نجهز الأكل. خلي الموضوع بيني وبينك، بابا ما بده يخبرها، خايف عليها تتضايق. يا دكتور فاروق عمل منيح لأنه بعتني اشتغل معك، وإلا ما كنت عرفت ترتب كل هالملفات. انتي روحي ساعدي سميح، أنا مو بحاجة مساعدتك بنوب. طيب سميح شو اللي جاب سيرته هلأ؟ أوه شايفك ما عم تسمحي لنا نحكي عنه بنوب. مجد بلا جنان، أنا ما إلي علاقة بسميح بنوب. وليش لكان على طول قراب من بعضكم؟ مو جاي على بالي اتخانق هلأ، بما أنك مو بحاجة مساعدة تشتغل لحالك. لك أنا شو كان بدي بهالشغلة؟ مريم قرجة، مريم قرجة، مو هذا اسم إما لأليس؟ يا ترى الملف ليش هو؟